طب خليني ارجع، يعني احنا مكملين موضوعنا، بس خلينا نرجع لنموذج حياه مشرف جدا للمراه. طول الوقت الست المصريه بتثبت نفسها انها قد التحدي في كل المجالات وفي اي سن. اللي انا بتكلم عنها النهارده هي سباحه مصريه اسمها نجوى غراب، عندها 76 سنه، ربنا يديها الصحه والعمر. يعني قررت انها تتحدى كل الشباب والبنات وتثبت نفسها في مجال الرياضة. هي بالمناسبة يعني ابتدت تتعلم سباحة من 4 سنين بس، يعني أو ابتدت تمارس قصدي رياضة السباحة من 4 سنين بس، فخدت أول ميدالية دولية وهي عندها 72 سنة. طول السنين اللي فاتت كانت نجوى بتستمر في التدريب 5 مرات في الأسبوع، بتأكد إنها ولكل الناس إن السن مش عقبة أبدا في إن احنا نحقق بطولات وإن احنا نمارس رياضة، عشان بالمناسبة تدينا بالكلام ده وبالفعل طاقة إيجابية كبيرة، إنه السنين اللي فاتت بالنسبة لها إحنا كنا بنشوفها وهي يعني متمسكة بحلمها، نفسها في يوم من الأيام تطلع تمثل مصر في الخارج. اتوقفت عن السباحة لفترة، وقبلها ده حصل بالمناسبة، حصلت في سن 14 سنة كانت بتعوم قبل كده زمان على بطولة السباحة في مصر، عشان ترجع مرة تانية وتكمل وتحقق حلمها بالبطولات الدولية بعد انتظار سنين طويلة. احنا معانا على التليفون السباحة المصرية نجوى غراب. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا ومبروك مبروك مبروك. ميرسي يا حبيبتي، كتر خيرك. الف مبروك لحضرتك انك حققتي حلمك ورفعتي اسم مصر وعلم مصر وحققتي الميدالية اللي كنتي بتتمنيها. والله ده مبروك لمصر، أنا مصرية وبعشق تراب بلدي. الكلمة دي حقيقية وصادقة يا حبيبتي. طبعًا. بعشق تراب بلدي، واللي أنا بعمله ده كله علشان مصر، تأكدي. اتفضلي يا حبيبتي. طب حضرتك ما حدش مثلًا قال لك، يعني أنا آسفة أنا آسفة، بس حضرتك عارفة كلام إن يعني إنه مثلًا أنتِ كبرتي بقى ويعني والمفروض انك ترتاحي دلوقتي، ويعني اكيد مريتي بظروف صعبه وحياه طويله وقصص كفاح كتير، ما حدش جه قال لك مثلا مش كفايه بقى؟ والله يعني راي حضرتك ده بالنسبه لي ده مش موجود نهائي، لانه لا مش رايي، ده مش رايي، بس انا اقصد اقول ممكن حد يجي يقول لحضرتك كده. والله بصراحه يعني بص، انا بيكون في ذهني حاجه بنفذها بدون ان اسمع الاحتمال او لمين نهائي. الله 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 الله، يعني انا مالي ومال غيري، انا بعمل حاجه خاصه بيا انا وعايزه يعني بقالي حاجه و60 سنه مستنياها، حاجه و60 سنه مستنياها. ما فقدتيش الامل ابدا صح؟ لا 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 خالص خالص، ده كان امل وانا قلته في جريده وانا سني 14 سنه سنه 57، كنت بطلت جمهوريه في الفتره دي، واملي اني ارفع علم مصر في الخارج، املي ان العالم كله يعرف من هي المراه المصريه، والمراه المصريه حبيبتي لا يستهان بيها. الله الله. طب حضرتك ناوي على ايه بقى المرحله الجايه؟ ان شاء الله ادعوا لي بقى، مصر كلها تدعي لي، انا رايحه بطوله عالم كوريا 2019 كوريا الجنوبيه، ولسه امبارح فينا بعتالي بتقول لي منتظرين التسجيل، لان انا ما كنت مسجله 2017، فبيبعتوا لي كل البطولات والابطال، فانا لسه ببتدي اصلا حجزت السياره وكل حاجه. احنا منتظرين حضرتك يا رب. ان شاء الله باذن الله ربنا يحقق حلمك تاني وترجعي لنا ان شاء الله بميداليه من هناك وترفعي على مصر هناك باذن الله. ايوه هي دي المهمه حبيبتي، هي دي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الجمهوريه اللي يعني عمل لنا شأن، وانا وراه وانا بقول له اشكرك يا سياده رئيس الجمهوريه على كل اللي بتعمله لمصر بلدي. انا بشكرك جدا، السباحه بقى وبطله مصر ويعني من ابطال العالم في السباحه الاستاذه نجوى غراب. شايفين يا جماعه الايمان والثقه، ومفيش حاجه اسمها بقى انا كبرت دي راحت عليا، لا ده انا عجزت بقى، لا ده انا هعمل ايه، ده الواحد بقى يلا اهم يومين في الدنيا وبنعيشهم، هو احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا، ده الواحد رجل بره ورجل جوه، ده الكلام التقليدي. لو الناس اللي عايزه تقعد مكانها ما تعملش حاجه،
حقيقي ولا تتحرك. وفي ناس في إرادة، في تحدي، حتى لو حلمي ده اتأخر 60 سنة زي ما مدام نجوى كانت بتقول، مش مشكلة، مش مشكلة اتأخر قد إيه، المهم إن هو في دماغي وفي قلبي وإن أنا هحققه في يوم من الأيام. أنا فخورة بيها جدا جدا بجد، مش عارفة ربنا يديها العمر والصحة، يعني معرفش طبعا الأعمار بيد الله، أنا معرفش لما أوصل لسنها هيبقى عندي نفس الإرادة دي ولا لأ، بس هي أعتقد إن هي مديانا كلنا كستات إرادة كبيرة وتحدي إن احنا نقدر نعمل أي حاجة، مش شرط بالمناسبة في الرياضة أبدا، ممكن في أي مجال وفي أي وقت وفي أي مهنة وأي شغلانة. يعني ربنا يديها الصحة إن شاء الله كلنا بقى، زي ما هي طلبت مننا دعوات المصريين وقلوب المصريين معاها إنها بإذن الله في بطولة العالم في كوريا الجنوبية ترجع لنا بإذن الله بميدالية تانية، ونبارك لها ونستقبلها وتنورنا بقى في الاستوديو إن شاء الله بإذن الله بالميداليات بتاعتها.